بس كان في مشكلة في الاكستنشنز دي امبارح، ألف واحد وألف واتنين، يعني مش عارف المشكلة ايه بالظبط. يعني حصل كذا ريستارت وانا شغال، فأنا عملت تو اكستنشنز جداد، 2001 و2002. 2001 هو اللي انا حاطه هنا للسيلز، اوكي، و2002 ده رقم العميل. فزي ما انتوا شايفين كده، انا هتصل بالعميل اهو، الكليك تو دايل كده شغال. كده الخطين واصلين الخطين واصلين ببعض، ببعض. و البوبب نجرب بقى البوبب. لازم بس اهم حاجه يا جماعه التليفون يكون محطوط هنا، تتصل عليه في بتاعه سي ار ام فون اكستنشنز، عشان ساعات في ناس بتتلخبط بتحطه هنا في موبايل فون او اوفيس فون، هو بياخد الرقم ده بس. طيب اتصل كده، جاب لي العميل محمد اهو عشان يسجل عندي. دي كده البوب اب كول. طب انا هجرب ان انا اشيل الرقم ده، يعني اعتبره مش موجود خالص، الراجل ده ملوش رقم. تمام، و نجرب نتصل تاني. المفروض كده بقى هي اوفر عليك ان انت تسجل بقى الراجل ده، لان مش موجود عندك في السيستم زي ما انتوا شايفين كده.